سألوك على أن الآباء ديال هاد الطلبة الآن بقى ما دخلوش في حوار مع الوزير والوزارة والطلبة اللي حل هاد المشكل. هو الجواب على هذا السؤال، يعني احنا بالنسبه لنا كاباء ماشي من الصلاحيات ديالنا اننا نتحاوروا ولا نفتحوا شي حوار او نطالبوا بحوار مع الوزارات المسؤوله، لان هذه مساله من اختصاص الابناء ديالنا والتنسيقيه الوطنيه ديالهم. احنا التساؤل اللي عندنا هو علاش احنا موجودين اليوم. احنا موجودين اليوم لان حسينا بواحد التعتيم وحسينا بواحد التماطل غير مبرر. شنو الموقف ديالكم انتم كأب من هاد الحركه هذه، واش نصحتيو الابن ديالكم باش يدخل يدوز الامتحانات؟ بالنسبه للامتحانات اللي كانوا مقررين في 10 يونيو، تنظن بانه ما عندهمش خيار بانه خصهم يدخلوا، ولكن الاشكاليه اللي تتطرح هي الدروس لا التطبيقيه ولا النظريه ما معمولينش. اذا كاين تنظن واحد الحوار خصو يكون باش يرجعوا للدروس قبل ما يدوزوا الامتحان، ولكن باش يدوزوا الامتحان في واحد الحاله من الغليان وفي واحد الحاله اللي الطلبه تنظن ما مستعدينش. كنعطيو بالنسبه لوزاره الصحه ووزاره التربيه الوطنيه في النقطه ديال الريزيدانا انه كاين الكوطا وغادي يمشيو معاهم في حوار لحل هذا المشكل في المستقبل. تنظن البلاغ كان 7 يونيو نهار جمعة مع العيد، يعني السبت والحد واش كافي باش يدخلوا ويكملوا في هذه المسألة؟ لأنه يومين ديال السبت والحد ونهار الاثنين الامتحان، وهما يعطيو الجواب نهار الجمعة 7 يونيو تنظن ما كافيش.